مرحبا أصدقائي، وأهلا بكم في الجزء الخامس من قراءة النبي لجبران خليل جبران، الجرائم والعقوبات. حينئذ وقف أحد قضاة المدينة وقال له: هات لنا خطبة في الجرائم والعقوبات. فأجاب وقال: عندما تسير أرواحكم هائمة فوق الرياح وتمسون منفردين، ليس لكم من يقيكم طوارئ السوء، حينئذ تقترفون الإثم ضد غيركم وضد أنفسكم، ولأجل ذلك الإثم الذين تقترفونه يجب أن تقرعوا برهة وتنتظروا على بوابة القدوس، فإن ذاتكم الإلهية بحر عظيم كانت نقية منذ الأزل وستظل نقية إلى آخر الدهور، وهي كالأثير لا ترفع إلا ذوي الأجنحة. أجل، إن ذاتكم الإلهية كالشمس لا تعرف طرق المناجد ولا تعبأ بأوكار الأفاعي، غير أنها لا تقطن وحيدة في كيانكم، لأن كثيرا منكم لا يزال بشرا وكثيرا غيره لم يصير بشرا بعد، بل هو مسخ لا صورة له يسير غافلا في الضباب وهو ينشد عهد يقظته. فلا أود أن أحدثكم الآن إلا عن هذا الإنسان فيكم، لأن هذا الإنسان دون ذاتكم الإلهية ودون المسخ الهائم في الضباب هو الذي يعرف الجرائم والعقوبات على الجرائم في كيانكم. قد طالما سمعتكم تتخاطبون فيما بينكم عمن يقترف إثما كأنه ليس منكم، بل غريب عنكم ودخيل فيما بينكم، ولكنني الحق أقول لكم، كما أن القديس والبار لا يستطيعان أن يتساميا فوق الذات الرفيعة في كل منكم، هكذا الشرير والضعيف لا يستطيعان أن ينحدر إلى أدنى من الذات الدنيئة التي في كل واحد منكم. وكما أن ورقة الشجرة الصغيرة لا تستطيع أن تحول لونها من الخضرة إلى الصفرة إلا بإرادة الشجرة ومعرفتها الكامنة في أعماقها، هكذا لا يستطيع فاعل السوء بينكم أن يقترف إثما دون إرادتكم الخفية ومعرفتكم التي في قلوبكم، فإنكم تسيرون معا في موكب واحد إلى ذاتكم الإلهية، أنتم الطريق وأنتم المطرقون، فإذا عثر أحد منكم فإنما تكون عثرته عبرة للقادمين وراءه فيجتنبون الحجر الذي عثر به. أجل، وتكون عثرته توبيخا للذين يسيرون أمامه بأقدام سريعة ثابتة لأنهم لم ينقلوا حجر العثار من طريقه. وإليكم يا أبناء أورفليس هذه الكلمة التي وإن حلت ثقيلة على قلوبكم فهي الحقيقة بعينها، إن القتيل ليس بريئا من جريمة القتل، وليس المسروق بلا لوم في سرقته، لا يستطيع البار أن يتبرأ من أعمال الشرير، ولا الطاهر النقي، اليدين بريء الذمة من قذارة المدنسين. كثيرا ما يذهب المجرم ضحية لمن وقع عليه جرمه، كما يغلب أن يحمل المحكوم عليه الأثقال التي كان يجب أن يحملها الأبرياء وغير المحكومين. لذلك لا تستطيعون أن تضعوا حدا يفصل بين الأشرار والصالحين أو الأبرياء والمذنبين، لأنهم يقفون معا أمام وجه الشمس، كما أن الخيط الأبيض والخيط الأسود ينسجان معا في نول واحد، فإذا انقطع الخيط الأسود ينظر الحائك إلى النسيج بأسره ثم يرجع إلى نوله يفحصه وينظفه. لذلك إذا جاء أحدكم بالزوجة الخائنة إلى المحاكمة فليزن أولا قلب زوجها بالموازين، وليقس نفسه بالمقاييس، وكل من شاء أن يلطم المجرم بيمينه يجدر به أولا أن ينظر ببصيرة ذهنه إلى روح من أوقع الجرم عليه،
وإن رغب أحدكم في أن يضع الفأس على أصل الشجرة الشريرة باسم العدالة، فلينظر أولاً إلى أعماق جذورها، وهو لا شك واجد أن جذور الشجرة الشريرة وجذور الصالحة وغير المثمرة كلها مشتبكة معاً في قلب الأرض الصامت. أما أنتم أيها القضاة الذين يريدون أن يكونوا أبراراً، أي نوع من الأحكام تصدرون على الرجل الأمين بجسده السارق بروحه؟ أم أي عقاب تنزلون بذلك الذي يقتل الجسد مرة ولكن الناس يقتلون روحه 1000 مرة؟ وكيف تطاردون الرجل الذي مع أنه خداع ظالم بأعماله فهو موجع القلب ذليل مهان بروحه؟ أجل، كيف تستطيعون أن تعاقبوا الذين لهم من توبيخ ضمائرهم وهو أعظم من جرائمهم أكبر قصاص على الأرض؟ أليس توبيخ الضمير هو نفسه العدالة التي تتوخاها الشريعة التي تتظاهرون بخدمتها؟ فأنتم لا تستطيعون أن تسكبوا بلسم توبيخ الضمير في قلوب الأبرياء، كما أنكم لا تقدرون أن تنزعوه من قلوب الأشقياء، فهو يأتي لذاته في ساعة من الليل لا ننتظرها، داعيا الناس إلى النهوض من غفلتهم، والتأمل بحياتهم وما فيها من تعديات ومخالفات. وأنتم أيها الراغبون في سبر غور العدالة، كيف تقدرون أن تدركوا كنهها إن لم تنظروا إلى جميع الأعمال بعين اليقظة في النور الكامل؟ وفي مثل هذا النور تعرفون أن الرجل المنتصب والرجل الساقط على الأرض هما بالحقيقة رجل واحد واقف في الشفق بين ليل ذاته الممسوخة ونهار ذاته الإلهية، وأن حجر الزاوية في الهيكل ليس بأعظم من الحجر الذي في أسفل أساساته. الشرائع. ثم قال له مشترع: وماذا تعتقد بشرائعنا أيها المعلم؟ فأجاب قائلا: إنكم تستلذون أن تضعوا شرائع لأنفسكم، بيد أنكم تستريدون بالأكثر أن تكسروها وتتعدوا فرائضها، لذلك أنتم كالأولاد الذين يلعبون على الشاطئ يبنون أبراجا عظيمة من الرمل بصبر وثبات ثم لا يلبثون أن يهدموها ضاحكين صاخبين. فعندما تبنون أبراجكم الرملية يأتي البحر برمال جديدة إلى الشاطئ، وعندما تهدمون أبراجكم يضحك البحر منكم في نفسه، لأن البحر يضحك من الأبرياء أبدا. ولكن ماذا أقول في من ليست الحياة بحرا في عقيدتهم، بل ليست الشرائع التي تسنها حكمة الإنسان البالغة أبراجا من الرمل فحسب؟ أولئك الذين يحسبون أن الحياة صخرة صلدة وأن الشريعة إزميل حاد يأخذونه بأيديهم لكي ينحتوا هذه الصخرة على صورتهم ومثالهم. وماذا أقول في المقعدين الذين يكرهون الراقصين، وفي الثور الذي يحب نيره ويتهم الوعل والإبل والظبي أنها حيوانات متمردة ناشزة، وفي الأفعى العتيقة الأيام التي لا تستطيع أن تخلع جلدها ولذلك تنبري متهمة جميع الحيوانات بالعري وقلة الحياء، وفي ذلك الذي يسبق غيره إلى وليمة العرس، وعندما يملأ جوفه من الأطعمة ويبلغ حده من النهم والشراهة يترك الوليمة ويذهب في طريقه قائلا: إن جميع الولائم مخالفة للناموس وجميع الذين يجتمعون إليها متعدو الشريعة. ماذا أقول في أمثال هؤلاء؟ إنهم كجميع الناس يقفون في أشعة الشمس ولكنهم يولون الشمس ظهورهم، فهم لذلك لا ينظرون سوى ظلالهم، وظلالهم هي عند التحقيق شرائعهم المقدسة، وهل الشمس في اعتقادهم سوى منشأ الظلال؟
وهل اعترافهم بالشريعة سوى أنهم ينحنون ويطأطئون رؤوسهم لكي يستقصوا ظلالهم على الأرض؟ أما أنتم الذين يمشون وهم يحدقون إلى الشمس بأجفان غير مرتعشة، فهل في الأرض من سورة تستطيع أن تستوقفكم هنيها؟ وأنتم المسافرون مع الريح، أية صفحة من الصفحات الدالة على مجاري الرياح تقدر أن تقودكم في مسالككم؟ وما هي الشريعة البشرية التي تفيدكم إذا كنتم لم تحطموا نيركم على باب سجن من سجون الإنسان؟ وأية شرائع ترهبون إذا كنتم ترقصون ولكنكم لا تعثرون بقيد من قيود العالم الحديدية؟ ومن هو الرجل الذي يستطيع أن يأتي بكم إلى المحاكمة إذا مزقتم أثوابكم ولكنكم لم تضعوها في طريق أحد من الناس؟ أجل يا أبناء أورفليس، إنكم تستطيعون أن تخمدوا صوت الطبل وتحلوا أوتار القيثارة، ولكن ما من أبناء الإنسان يستطيع أن يمنع قبرة السماء من الغناء. هنا أصدقائي ينتهي الجزء الخامس من قراءة النبي لجبران خليل جبران.